التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي نظم امبارح مؤتمر حكايه وطن بين الرؤيه والانجاز في نسخته الرابعه بقريه شبين القناطر بالقليوبيه، وده لدعم وتاييد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره انتخابيه جديده واستكمال مسيره الانجازات والمشروعات القوميه. مصر ام الدنيا، لكن يجب ان احنا نكون ايجابيين. يعني ايه ايجابي؟ ما تقولش نام، ادخلوا مساكنكم لأحطمنكم سليمان وجنوده. ايجابي ان تشارك. طبعا هذه البلد وهذا الاستقرار لازم اوراق قياده سياسيه وحيحة. فلازم كلنا نتكاتف، نكون ايجابيين وننزل كلنا نشارك. مش كفايه انت لوحدك، انت وجيرانك واهلك واولادك وكل اللي حواليك. اشكركم بحسن نحو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب الخير، مؤتمرنا معا لجميع ثمار 10 سنوات من التنميه والعمل الجاد وبناء الجمهوريه الجديده. نستمع الان نيافة الأنباء بطرس حليم ممثل أرمشية شبين القناطر. نيافة الأنباء نوفير فليتفضل. بسم الله الواحد الوحيد الذي نعبده نحن جميعا. صراحة وأنا قاعد أسمع وشفت الحاجة الجميلة حاسس كده إن إحنا خلاص، وحاسس كده مدى مؤثر ال 105 مدى وجود التحالف الوطني. يعني استعد كلام فخامه الرئيس ان الجمعيات دي هتقدم اكثر عن فضيله الشيخ الكلب، واستعد برضه وزير خليفه مصر سامح شكري رغم الظروف الصعبه اللي احنا فيها، لكن قدمنا كمصريين لاخواتنا واحبابنا بس. فده يدل على صلاح ومعرفه الشعب المصري. النقطة الثانية وهي مؤازرنا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اسمحوا لي، احنا من 2014 احنا عايشين 23 حوالي 9 سنين. الاستقرار اللي احنا عايشين فيه، الامن اللي احنا عايشين فيه ده، شوفوا اسمحوا لي ما كانش هيبقى فيه المؤتمر والحاجة ده طبعا. حتة الامن والسلام اللي يشملها الله من خلال واحد ان احنا نؤذن فخامه الرئيس، وفي الانتخابات ان احنا لازم نحن جميعا مؤذنين الى فخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي.